اكو أقضية معترف بها من مجالس المحافظات لكن هي غير معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية، تقريبا 43 قضاء، وهذه معناتها باختصار ماكو نواب راح يطلعون من هذه الأقضية. هذه برأيك شلون يعني هذه ممكن ان نطلع من هذا الفخ الكبير اللي ممكن يخلي استياء عند اهالي هذه الأقضية بحد ذاتها؟ استاذ انا بصراحة قلت لك هو الحل الأمثل انه تكون دوائر متوسطة الحجم، اي انه انت تنطي يعني فرضا المحافظة تقسمها الى دائرتين او ثلاثة في سبيل انه ممكن تخلص من هذا المأزق. بس احنا بداية حديثنا قلت لك العجلة مو صحيحة بقانون مثل هذا القانون، ولسبب كلش مهم، انه انا عندي وقت اقدر على كيفي ابدي اشتغل به، اسوي تعداد سكاني، انهي مشاكل المتعلقة بين الاقضية، فاقدر اسوي قانون. هذا الحل الامثل اللي انا اشوفه، لانه هذا حل علمي. يعني فرضا على سبيل المثال هناك اليوم في مجلس النواب هناك كتلتين او قسمين، خلينا نقول قسم يتجه الى الدوائر الصغيرة وقسم يريد يرجع الى الدوائر الكبيرة. بالمناسبة الدوائر الكبيرة احنا سبق ذكرنا انه بيها محاسن وبيها عيوب ايضا، بس احنا خلي نكون ما دام هو اقر القانون على انه يكون دوائر متعددة، خلي يكون دوائر وسطية يا اخي، خلي يكون وسطية في سبيل انه نتلافى جزء كبير من المشاكل. بس هذه ما سمعنا بها استاذ دريد، احنا من السياسيين ترى ومن مفوضية الانتخابات والقوى السياسية ما سمعنا هذه الدوائر المتوسطة. خليتوا انتوا هاي استشارة يعني استشاروكم بها، قدمتوا هذه المقترحات للحكومة على هذه الفرضيات اللي حضرتك تفضلت بها؟ استاذ احنا قدمنا، احنا كباحثين قدمنا الى يعني انا من الناس قدمت مشروع الى مجلس النواب الى احد الاعضاء النواب حتى يرفعه. بس انا اسال سؤال، اليوم عندنا 6 فروق امين عام لحزب، احنا اليوم عندنا 230 كيان سياسي مجاز وفق القانون المادة 36 قانون 36 سنة 2015، هذول عندهم الترخيص بالعمل السياسي يعني بغطاء قانوني، هل سئلوا عن دورهم رأيهم بالقانون الانتخابات؟ يعني انا يعني هذا السؤال حقيقي يهمني اعرفه، ما اتصور انه سئلوهم.